فقال الإمام رحمه الله: والحيوان لانتفاع خلقا، ومنه ما يكون ضرا يتقى، لحكمة يكون ذاك الضرر، وحكم الإله لا تنحصر. لكننا نؤمر بالدفاع، فنقتل الحيات والأفاعي، وكل مؤذ للأنام فاقتلي، ولا تخف بالله لوم العذلي، وقاتل الحية في الآثار كقاتل شخصا من الكفار، وأنها فرض على من قدرا، يلزم من صادف ألا يدبرا، وتارك القتل لخوف الثار يوجب تركه عذاب النار، من قال لا أقتلها بغير أجر فما في قوله من خير، ويعطى أجر مثله وإن طلب زيادة، فالخلف فيها قد وجب، فقيل لا يزاد فوق المثل وإن وعدته بذاك البذل، وقيل من بزائد قد أجرا يلزم إن كان غنيا موسرا، وما على الفقير شيء يلزم، وترك أخذ الأجر رأسا أسلم، وأنها فرض على من قدرا يلزم من صادف ألا يدبرا. هذه مقدمة الباب، ذكرها الإمام رحمه الله، وفيها مسائل. المسألة الأولى في الحكمة من خلق الحيوانات، الحكمة من خلق مخلوقات متنوعة الأصناف والأجناس، بينها منها ما هو معلوم المنفعة للإنسان كالأنعام والبهائم، فالله سبحانه وتعالى يقول: والأنعام خلقها لكم. فالأنعام من المعلوم على أن الله سبحانه وتعالى ذللها للإنسان. تخيل كم القوة التي يملكها مثلا الثور، لا تقارن بقوة الإنسان، أصغر عقل أقوى من أقوى إنسان، يملك قوة عضلية جسدية لا يملكها أكثر البشر، لكن الله سبحانه وتعالى أذل هذه المخلوقات، وجعل الجمل العظيم ينقاد للطفل الصغير. من الذي قصد السبيل وجعله مدللا بهذه الطريقة؟ الله جل جلاله، الله جل جلاله. ولك أن يعني تقلب المشهد تخيلا، ماذا لو كانت هذه الأنعام هي العاقلة، وكان الإنسان هو البهيمة العجماء، فيكون الإنسان مسخرا لها، يكون مسخرا لهذه المخلوقات. لكن الله سبحانه وتعالى سبق حكمه في الأزل أن يجعل الإنسان هو المخلوق العاقل، وهو الذي تذل له باقي المخلوقات وتسخر له. شوف كيف الحصان مثلا، حصان هذا المخلوق اللي يضرب به ويجعل وحدة قياس في القوة، مثل المحركات الآلة العصرية، ينقاد لطفل، ينقاد لامرأة، لأنها مذللة مسخرة للإنسان. فبعض هذه الحيوانات، هذه المخلوقات معلوم وجوه الانتفاع بها، إما أكلا أو شرب ألبانها أو حتى الركوب عليها، ومنها ما يكون فيه الضرر، منه ما يكون معلوم الضرر على الإنسان، في حق الإنسان بشكل مباشر يكون مضرا، مثل إيش؟ مثل الحيات والعقارب وما إلى ذلك من المخلوقات اللي إما تكون مفترسة مثلا للإنسان كالوحوش التي في البرية، واضح، أو تكون مفسدة لمحاصيل كالقوارض مثلا، فيها وجه ضرر معلوم. إذا لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ ذكرنا طرفا من هذا الحديث عندما كنا نذكر في الفصل الماضي مبررات قتل بعض الحيوانات، فقلنا على أن كل ما كان فيه ضررا للإنسان أو كان فيه ضررا على ماله يسوغ قتله، أما أن يقتل هكذا شهوة تشهيا عدوا وبغيا فهذا إخلال بالتوازن الذي جعله الله تعالى في الأرض، لأن هذه المخلوقات وإن كان لها ضرر مباشر على الإنسان، ولكن الله تعالى أوكلها بمهام لتحفظ توازنا بيئيا في الهرم الغذائي. فمثلا الأفاعي هي مضرة بشكل مباشر، أو بعض أنواع الأفاعي، لكنها لها دور كبير في غض أعداد القوارض من الفئران والجرذان وأشباه ذلك. لو لم يوجد هذا المخلوق لأصبح خلل في التوازن البيئي، لأضر الأمر بمحصولات
بشر، وربما حتى بمساكنهم، وربما حتى بأجسادهم، واضحة؟ فهي مضرة من ناحية لكنها مفيدة من ناحية أخرى. ولهذا قالوا إذا علم تعديها صار الضرر طبعا لأي مخلوق من المخلوقات جاز قتله، فصار الضرر طبعا لأي مخلوق من المخلوقات جاز قتله. إيش يعني صار الضرر طبعا فيه؟ أنا الأفعى ما تقول والله أنا ما ضرت لي ثم أقتلها، لا، الضرر هذا طبع فيها، العقرب فيها طبع. وهل هذا الحكم ينسحب على الإنسان؟ نعم ينسحب على الإنسان، إذا صار الشر طبعا فيه يقتل، حكمه حكم الأفعى والعقرب ما يختلف، لأن صار الشر طبعا فيه. ولهذا وجد في القرآن أحكام المفسدين في الأرض، حد الحرابة. إيش يعني حد الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، لأن هذا مفسد صار في الأرض، قاطع طريق، نهاب للأموال، لا يأمنه الناس على أرواحه، وجاءت عقوبته، حده حد الحرابة من أبشع الحدود، من أبشع الحدود، فيها تقطيع للأطراف من خلاف يد يمنى ورجل يسرى. وإذا كان مجرما موغلا في الإجرام يسرح ويخوف الناس يقطع طرق، يصلب، يصلب إلى الموت، يقتل ويصلب، واضحة؟ ما سر هذه الوحشية في طريقة عقوبة هذا الإنسان؟ لأن جريمته التي وقع فيها من سلب الناس أرواحهم، سلب الناس أموالهم، سلب الناس نعمة عظيمة من أكبر النعم، نعمة الأمن، ما يقر لهم قرار، ما يعرفوا يعيشوا. إذا سلب الأمن رفع عن أوطان الناس وعن بلدانهم، ولو كان أغنى الأغنياء ما يهنال عيش. فالذي يعبث بهذا الملف أو يحاول التشويش فيه يعتبر مجرم مفسد في الأرض، لا يساوم القرآن في حياته، حقه الإزالة. كل الحلول التي تأتي بها لإصلاح مثل هؤلاء الأشخاص ستعيدك إلى المربع الأول، ستعيدك إلى المربع الأول. لن تستطيع استئصال هذا الفساد إلا بإعدام هذا الإنسان بالحياة، لا توجد طريقة أخرى. مهما حاولت أن تكون لطيفاً وإنسانياً وحقوقياً ستدفع من حياة المجتمع ومن راحة المجتمع وأمنه أضعاف ما تدخره في حياة هذا الفرد. ولذلك كان الحكم حاسماً في حق مثل هذا الإنسان إذا صار الشر له طبعاً. من هنا يحكم الشيخ الخليلي على أن الذي يستهتر في قيادة السيارة، طريق مخصص مثلاً لقيادة سيارات بسرعة 40 لكن يسرع 120 فيه، قال مفسد في الأرض. تعرف إيش يعني معنى هذا الحكم؟ إعدام، إعدام مثل هذا الشخص. قضية تحتاج إلى قدر من الصرامة من الحزم، شارع وسط القرى ويمشي فيه بهذه السرعة إلا يهلك نفسه، انتظر الكارثة، سيهلك غيره. فلماذا تنتظر؟ لماذا تنتظر؟ نبه هذا الإنسان، وجدت القوانين المنظمة لكنه لا يستجيب، حقه إراحة المجتمع منه، واضحة؟ مستهتر في القيادة بطريقة تشكل خطر على الأرواح وعلى الممتلكات، هذا مفسد في الأرض، حكمه حكم قاطع الطريق. على كل حال ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن وراء كل أفعاله حكمة، كل أفعال الله سبحانه وتعالى حكيمة، لا يلعب ولا يعبث، حتى ما كان في ظاهره شراً محضاً وفي الحقيقة ينطوي على خير آخر. فالخنازير رغم أن الله سبحانه وتعالى حرمها على عباده بما فيها من الشر في تناولها، لكنها هي والضباع مثلاً من الحيوانات القمامة. إيش يعني الحيوانات القمامة؟ التي تقوم بتنظيف الأرض، لولا ذلك لأنتنت الأرض من الجيف، واضحة؟ لاختل التوازن البيئي فيها، فهي محرمة في ذاتها لكن تقوم بدور آخر في حفظ المعايش التي جعلها الله للناس في الأرض. لكننا نؤمر بالدفاع فنقتل الحياة والأفاعي، وكل مؤذن للأنام فاقتلي، ولا تخف في الله لوم العذري. في غير البشر أنت لا تحتاج إلى إذن، مؤذي من المخلوقات في غير البشر لا تحتاج إلى إذن، أما في البشر فيحتاج إلى حكم حاكم حتى ما يصبح الأمر فوضى، وإلا كثرت الدعاوى. ليش قتلت جارك؟ قال والله أنا رأيت الشر له طبعا،
يستحباب من الدعوة عريضة، ولهذا الحدود لا يقيمها إلا الإمام الأكبر. ليس للإنسان من تلقاء نفسه أن يقيم حدا من حدود الله، واضحة؟ أما في غير البشر أيا كان، ما دام وجد منه الخوف وجد منه الضرر فافتك به ولا تبالي. يسمى في عرف الفقهاء وباصطلاحهم الصائل. إيش يعني الصائل؟ الذي يعدو عليه. قد يكون هذا الصائل ثورا يهجم عليك مثلا تخشى منه ضرر على نفسك، قد يكون هذا الصائل كلبا، قد يكون قطا، قد يكون غيره، لا تتردد في قتله. ولهذا وفق هذا الضابط كل ما كان منه ضررا الصائل يقتل في جميع الاحوال، سواء كان من البشر ولا غير البشر. ومن مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. الصائل ولو من البشر يقتل، الذي يعدو عليه اما قاتل او مقتول، لا تتردد، لا تتردد في الدفاع عن نفسك وعن عرضك، هذا لانه صائل. اما من كان الشر فيه طبعا ما لم يكن صائلا من البشر فليس لك ان تعدو عليه، اما غيرها من المخلوقات اذا صار الشر فيه طبعا يقتل. ولهذا مثلا لو جينا نفرع على هذا الضابط، ما حكم قتل مثلا هذا النمل اللاسع اسقاطي؟ ايش حكم قتلها؟ جائز. وكل موذ للانام فاقتلي ولا تخف بالله لوم الذلي. ايش حكم قتل الدبي الدبابير؟ جائز. ليش؟ لانه مؤذي، لانه مؤذي. وقيس على هذا. طيب، ثم خص الامام رحمه الله بالذكر الافاعي. والافاعي معروفه معلومه على انه من المخلوقات التي تزحف على بطنها وليس له أرجل. وبعضهم يذكر تعليلات يقول كلما كان المخلوق أقرب إلى أصل الخلقة وإلى الأرض كان أقرب إلى الشر، وكلما ارتفع عن الأرض بأقدام أو بأجنحة كان أبعد عن الشر، واضح؟ ولهذا الأفاعي قالوا لأنها من أقرب المخلوقات إلى الأرض هي أكثر شراً، والإنسان لأن جسده يرتفع بين ذلك، والطيور هي ربما أقل المخلوقات ضرراً وأذى، وإن كان بعض الطيور النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، الغراب والحدأة. طيب، فالأفاعي يذكرون على أنها أكثر من 3000 نوع، الغالب منها أنها غير سامة، مجموعة أقل منها هي الأفاعي السامة. فهل هذا الحكم ينسحب على جميع الأفاعي ونؤمر بقتلها؟ هل هذا الحكم ينسحب على جميع الأفاعي؟ صارت الأفاعي الآن نتعامل مع بعض أنواعها على أنها من الحيوانات الأليفة. الأصل الذي يتحدثون عنه هو الأفاعي السامة هي التي تلدغ، أما غير السامة والأليف منها لا يشمله هذا الحكم إذا كان الإنسان يميز، لكن إذا كان لا يميز وخاف منها الضرر فالحكم هو الحكم. الأصل الحكم هو الحكم، كيف يميز هذا تلدغ أو سامة أو غير سامة؟ إذا كان لا يميز فالأصل خطاب متوجه بقتلها. وقاتل الحية في الآثار كقاتل شخصا من الكفار. ورد بعض الأخبار على أن من قتل حية أي أفعى كان له أجر قتل كافر محارب من الكفار. هل كل الكفار يقتلون؟ لا، لكن يقصد الكافر المحارب لما تتوقع منه إلا الأذى والفتك، فحاله هو كحال الأفعى، صار الشر له طبعا، لهذا لا يتردد في قتله لأنه محارب. وأجر قتل الأفعى كقتل هذا المشرك. وجدت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة على بعض الصحابة، ولكن العلماء يقولون بأن وقفها أقرب، أي موقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنها فرض على من قدر يلزم من صادف أن لا يدبر. وتارك، ما حكم قتل الأفاعي؟ من ابتلي بالوقوف عليها واجب، الأصل واجب، لكن العلماء يقولون الوجوب هنا وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا إلا إذا تعين عليه. إيش يعني يتعين عليه؟ لا يوجد من يقدر على قتلها إلا هو تعين عليه، أو الدولة عينته لهذه المهمة تعين عليه، خيف ضرر وهو في هذه الوظيفة تعين عليه، واضح؟ فالفرض هنا فرضا كفائيا. ليش؟ خشية الضرر على المجتمع، خشية الضرر على الناس. لكن هل يؤمر
بملاحقة الأفاعي في الجبال وفي غابات في غاباتها وفي أدغالها، لا لا، ما هذا المقصود. ما اعتدى منها على بيوت الناس ومساكنهم وحروثهم هذا الذي يؤمر بقتله، لكن ما دامت هي في عوالمها في مفاوزها نحن غير معنيين بها، هي تقوم بالمهمة التي لأجلها خلقت في غاباتها وفي صحاريها. أما إذا وقع احتكاك بيننا وبينها أو خشينا منها الضرر هذه التي تقتل. وأنها فرض على من قدر يلزم من صادف ألا يدبر، وتارك القتل لخوف الثاري يوجب تركه عذاب النار. هل يوجد ثأر بين البشر بين الأفاعي؟ هذا كان من رواسب الجاهلية، يعتقدون بأن من قتل أفعى انتقم، يعني فصيلها أو جنسها انتقم من هذا الإنسان، إذا كانت أنثى مثلا سينتقم زوجها ويبقى يتتبع لها طرق خاصة في معرفة القاتل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتقاد مثل هذا، لأن الشرع حاكم، وهذه الأرض أرض من؟ أرض الله، والله جعل فيها خليفة، والله جعل فيها خليفة في هذه الأرض، فأنت الخليفة، أنت المأمور، وإذا اعتدت هذا حكمها. وهذا ينسحب على الجميع، مثلا بعض الناس يقول والله أنا ما أسكن هذا البيت، ليش؟ قال لأن في عمار سكان من الجن. لا، أنت صاحب الأرض، أنت صاحب الأرض، أنت ما تهرب، هم ينبغي أن يخرجوا، هم يخرجوا، لأنك صاحب الخلافة في هذه الأرض، وتحتال لنفسك بطرد من تستطيع طرده، ومن لم يستجب، من لا يجب داعي الله فليرتقب العذاب الأليم بالحرق أو بغيره في كل المخلوقات، لأن الخليفة في هذه الخلافة في هذه الأرض للإنسان. ما يفترض الإنسان هو اللي يهرب إلى الجبال وإلى المفاوز، لا، معايش وسهول هذه الأرض للإنسان، وإذا اعتدى أيا من هذه الأجناس على الإنسان فحقه العذاب الأليم، حكمه العذاب الأليم. وتارك القتل لخوف الثاري يوجب تركه عذاب النار. يحتمل تأويل آخر للثار، الثار على أنها مثلا لديهم معتقد بأن هذه مملوكة، حال المملوكة يمكن نقول مملوكة حال بعض الملوك أو بعض السحرة أو بعض الجن، إذا قتلتها بيتبعوني، هذه كلها معتقدات نهينا عنها. إيش حكم الأفعى؟ القتل، إذا اعتدت ودنت من أماكن معايش الناس وسكناهم حكمها القتل. وسنأتي إلى حكم ذكر العوامر من الأفاعي اللي هي تكون في بيوت الناس وسكناهم، لعمان يسمي سكان المكان. من قال لا أقتلها بغير أجر فما في قوله من خير، ويعطى أجر مثله وإن طلب زيادة فالخلف فيها قد وجب. يعني هل ما حكم أخذ الأجرة على قتل الأفاعي؟ الأصل أن هذه من العبادات، والأصل أن العبادات المحضة لا يؤخذ عليها أجر، العبادات المحضة الخالصة لا يؤخذ عليها أجر، لكن من اشترط ذلك قال أنا لا أقتلها إلا يدفع لي، إلا يدفع لي، فهل له ذلك؟ قالوا يعطى أجر المثل. طيب لو اشترط الزيادة إيش يعني أجر المثل؟ يعني مثلا هذه المهمة تكلف مثلا في قتل كل ثعبان 5 ريالات أو 10 ريالات، فقال لا أنا أطلب 20 ريال، هل يعطى هذه الزيادة؟ قالوا الأصل أنه لا يعطى إلا إذا كان الذي وافق على هذه الأجرة غنيا، قيل يلزمه، أما الفقير لا يلزمه ولو اتفق على ذلك، فليس لمن يقوم بقتلها أكثر من أجر المثل. فقيل لا يزاد فوق المثل وإن وعدته بذاك البذل، وقيل من بزائد قد أجرا يلزم إن كان غنيا موسرا، فقط إن كان غنيا يلزم، أما الفقير فليس عليه أكثر من أجر المثل. وما على الفقير شيء يلزم وترك أخذ الأجر رأسا أسلم. لكن هذا لما يكون الأمر بطريقة عفوية بسيطة، الذي يقوم بهذا الأمر شخص عادي، لكن أصبح هذا تخصص من التخصصات، ربما أصبح هناك مؤسسات، في مؤسسات مختصة في محاربة ومكافحة القوارض والحشرات، وهذه المؤسسات لا شك على أنها تتكلف مغارم، هكذا عندها ربما مباني مستأجرة، عندها موظفين، عندها أدوية خاصة تحتاجون إلى تدريب، لجانب فني فيها، فما حكم التعاقد معهم؟ الصحيح الجواز،
الصحيح الجواز وعلى ما يتفقون عليه من العقد. فالعقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين.